أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أشرف الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، طلبتنا الأعزاء في جامعتنا الغراء، جامعة الإسراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا والحديث في مساق إدارة العمليات الإنتاجية، هذا المقرر المطلوب من طلبة قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعتنا جامعة الإسراء. كنا قد تحدثنا في التسجيل السابق أو ابتدأنا حديثنا حول الفصل الرابع، والذي يتعلق بالترتيب الداخلي لوسائل الإنتاج في المصنع. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل حديثنا أيضا ضمن هذا الفصل، وهو الفصل الرابع الذي يتحدث عن الترتيب الداخلي. لكن قبل أن نبدأ في الحديث في هذا التسجيل، نود أن نستذكر سويا ما تحدثنا عنه في التسجيل السابق في بداية الفصل الرابع والترتيب الداخلي. اعتبرنا أن المقصود بالترتيب الداخلي للمصنع هو تحديد أفضل المواقع لوسائل الإنتاج، بحيث تعطينا الإنتاج بكفاءة وفاعلية. واعتبرنا أيضا أن المفهوم ينصرف إلى تحديد المواقع الملائمة للأقسام الخدمية، هذا بالإضافة عن مواقع تخزين المواد الأولية وتخزين ما بين العمليات أو تخزين المنتجات النهائية. إذن المقصود بالترتيب الداخلي للمصنع تحديد أفضل المواقع لوسائل الإنتاج بكفاءة وفاعلية، وتحديد المواقع الملائمة أيضا للأقسام الخدمية، وتحديد مواقع تخزين المواد الأولية ومخزون ما بين العمليات ومخزون المنتجات النهائية. ثم ذهبنا وتحدثنا عن مجموعة من المنافع للترتيب الداخلي، أو بالأحرى تحدثنا عن 6 منافع أساسية ومزايا للتخطيط الأمثل لعملية الترتيب الداخلي، منها الاستخدام الأمثل للمساحة والطاقة المتاحة، وتخفيض كلفة المناولة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين خدمة الزبون. هذه بعض المزايا والمنافع الأساسية للتخطيط لعملية الترتيب الداخلي. وعرفنا أن هناك أنواع للترتيب الداخلي، حصرناها في 5 أنواع، تحدثنا عن 2 منها في التسجيل السابق. اليوم إن شاء الله نكمل ما تبقى ونكمل في نوع واحد آخر إن شاء الله. لكن هذه الأنواع التي يتم الترتيب الداخلي أو أنواع الترتيب الداخلي هي 5: الترتيب على أساس العملية، والترتيب على أساس العملية باستخدام طريقة المسافة أو الرحلة المقطوعة، المسافة والرحلة الرحلة أو المسافة المقطوعة، ثم الترتيب على أساس المنتج، والترتيب على أساس الموقع الثابت، والترتيب على أساس تقانة المجموعة. هذه 5 أنواع للترتيب الداخلي. تحدثنا في التسجيل أيضا عن 2 من هذه الأنواع للترتيب الداخلي، نكمل اليوم 3 أنواع الأخرى. لكن ما تحدثنا عنه الترتيب على أساس العملية، واعتبرنا أنه مقصود به تنظيم وسائل الإنتاج طبقا إلى وظائف أو عمليات الإنتاج المتشابهة. عشان هيك كان يدعى هذا الترتيب على أساس العملية بالتنظيم الوظيفي، يشمل ترتيب عوامل الإنتاج أو المآلات والأفراد على أساس العملية. وهناك كان بعض المزايا وبعض المساوئ للترتيب على أساس العملية تحدثنا عنه بإسهام. أيضا انتقلنا الحديث عن الترتيب أو النوع الثاني من الترتيب على أساس العملية، وهو الترتيب باستخدام طريقة الرحلة والمسافة المقطوعة. وعرفنا أنه هذه الطريقة تساهم في اختيار الترتيب الأفضل بالاستناد إلى التجربة والخطأ، طبعا الهدف منه تخفيض كلفة المناولة وبالتالي الكلفة الكلية للإنتاج.
وهناك استخدام للبرمجيات الحاسوبية لتقييم التراتيب المعقدة. إذا كان في ترتيبات معقدة عرفنا أنه فيه يستخدم البرمجيات الحاسوبية في ذلك، فلا تمثل طريقة التجربة والخطأ الطريقة الأفضل والمثلى، لأنه في برمجيات حاسوبية تستخدم في ترتيبات معقدة. وهناك كان حدثنا عن مثال للترتيب حالي وترتيب مقترح، شفنا مين الأفضل فيهم. اليوم إن شاء الله تعالى بعد ما تحدثنا عن هذين النوعين من أنواع الترتيب الداخلي، سواء الترتيب على أساس العملية أو الترتيب على أساس العملية باستخدام طريقة الرحلة أو المسافة المقطوعة، اليوم نكمل الحديث عن الثلاث أنواع الأخرى من أنواع الترتيب الداخلي، ونبدأها إن شاء الله تعالى والحديث عن الترتيب على أساس المنتج. الترتيب على أساس المنتج، ماذا نعني بالترتيب على أساس المنتج؟ النوعين الأوليين اللي تحدثنا عنهم الترتيب على أساس العملية، وعلى أساس العملية باستخدام طريقة الرحلة والمسافة المقطوعة. الآن نتحدث عن الترتيب على أساس المنتج. ما هو المقصود بالترتيب على أساس المنتج؟ نعني بالترتيب على أساس المنتج تنظيم وسائل الإنتاج بشكل متتابع. تنظيم وسائل الإنتاج بشكل متتابع بأي صيغة كانت، حرف ال او او غير ذلك، بالاعتماد طبعا على طبيعة المنتج. في عندنا تنظيم لوسائل الإنتاج في محطات متلاحقة متتابعة، فبالتالي مخرجات عملية تصبح مدخلات لعملية لاحقة تبني على ما سبق، وبذلك تنساب المدخلات من بداية خط الإنتاج حتى تنتهي بالمخرجات. في أمامنا شكل، بداية أردنا أن ننتج منتج وليكن إيه؟ هذا المنتج نبدأ في إنتاجه من مخزن المواد الأولية لهذا المنتج. هذا المنتج يتم تصميم وسائل الإنتاج بتتابع بشكل متتابع، لأن هذا يعني أن هناك مسار متسلسل لمجموعة من العمليات، وكل مجموعة تسلم العملية اللاحقة، ومخرجات هذه العملية هي مدخلات لعملية أخرى حتى نصل إلى المنتج النهائي. إذن لدينا مخزن للمواد الأولية التي تدخل في صناعة منتج معين، يدخل عبر محطة أولى، محطة ثانية، ثالثة، رابعة، بالتسلسل، لا يمكن تقديم محطة أو عملية عن أخرى، هي عمليات متسلسلة متعاقبة متلاحقة تبني كل عملية على العملية السابقة لها، والعملية اللاحقة تأخذ من العملية السابقة منتج مخرجاتها لتصبح مدخلات لهذه العملية حتى نحصل على المنتج النهائي. حتى نحصل على المنتج النهائي. جيد أن نتحدث أيضا أن هذا النوع يناسب استراتيجية الصنع على أساس، أو الصنع لغرض الخزن. الصنع لغرض الخزن. إذن هذا النوع من الترتيب على أساس المنتج يناسب استراتيجية الصنع لغرض الخزن اللي كنا نتحدث فيها عن أنظمة الإنتاج المستمر والواسع والدفعة، ذات الإنتاج النمطي الواسع الحجم اللي بيستدعي تحقيق طلب كبير ومستمر لضمان الاستثمار الأمثل لوسائل الإنتاج، أيضا لكون ذلك الترتيب على أساس المنتج هو ترتيب يكرس لمنتج معين، فإنه يمتاز بتنوع منخفض. إذن هو نمطي، أسلوب إنتاج نمطي، نمط معين، المنتج الواحد يمر عبر سلسلة عمليات، وكل عملية نتيجتها أحد المخرجات التي تعتبر مدخل للعملية اللاحقة لها، وهكذا. إذن هذه الصيغة أو الترتيب على أساس المنتج مناسب لاستراتيجية الصنع لغرض الخزن، لأنه فيها أنظمة الإنتاج المستمر مناسبة لها، والواسع والدفعة، نمط منتج واحد، نمط دفعة واحدة، اللي بيكون ترتيب فقط لمنتج واحد أيضا يمتاز بتنوع منخفض كما هو الحال في صناعة النفط والكيماويات. هذا كان باختصار الحديث عن الترتيب على أساس المنتج. شفنا في الشكل التالي فعلا تحدثنا عنه كيف بشكل مبسط
حديثنا عن الترتيب، عن نظام الإنتاج المستمر على أساس المنتج، عمليات متلاحقة، كل عملية لها مخرجات، هذه المخرجات تعتبر مدخل العملية اللاحقة. طبعا هذا مناسب جدا كما تكلمنا لاستراتيجية الصنع لغرض الخزن. ما هي مزايا الترتيب على أساس المنتج؟ بالتأكيد كما تحدثنا عن مزايا للترتيب الداخلي بشكل عام، هناك مزايا للترتيب على أساس العملية وأيضا كان مساوئ. الآن دعونا ننظر ما هي مزايا الترتيب على أساس المنتج، ثم ننتقل إلى أيضا ما هي مساوئ الترتيب على أساس المنتج. دعونا نتحدث أولا عن المزايا المتعلقة بالترتيب على أساس المنتج. أولا من مزايا الترتيب على أساس المنتج أن معدل الإنتاج مرتفع، لأنه تكلمنا عن هذا يناسب استراتيجية الصنع لغرض الخزن، يبقى منتج نمطي، تنوع منخفض، يبقى كثافة رأسمالية، إذا معدل الإنتاج مرتفع. أيضا وقت الإنتاج بيكون أقصر، ناجم عن انخفاض تكرار إعداد الآلات، مما يقلل الوقت غير المنتج المستغرق في التحول من منتج إلى آخر، لأنه منتج واحد تبدأ العملية من مخزن المواد الأولية إلى أن يصبح لدينا منتج في المخزن كمنتج نهائي وعمليات متسلسلة، إذا ما في تحول من منتج إلى آخر، الأمر الذي ينعكس في معدل معالجة أسرع. ثم من مزايا الترتيب أيضا على أساس المنتج انخفاض تكلفة المناوله نتيجة الانسياب، لأنه في انسياب، في تلاحق، في سير للعمليات أثناء عملية الإنتاج من بداية المواد الأولية بسهولة ويسر ودون تنقل من إنتاج إلى آخر. إذن هناك في انخفاض في كلفة المناوله نتيجة الانسياب المنتظم من المواد الأولية والمخزون ما بين العمليات من عملية إلى أخرى. ما في مخزون بالعمليات، في انسياب، ترى أنه ما في إعاقة وتوقف. أيضا من مزايا الترتيب على أساس المنتج أن هناك مستوى منخفض للمخزون بين العمليات، وبالتالي إذا أثناء العمليات من عملية أخرى بتراكم لدي مخزون بدي مساحات، لكن من خلال الترتيب على أساس المنتج فإن هناك مستوى منخفض نحتاج له مساحات أقل من المخزون ما بين العمليات. ثم من مزايا الترتيب أيضا على أساس المنتج سهولة التخطيط وإمكانية الرقابة لكون العمل نمطي ومتتابع، لأن العمل نمطي، نموذج واحد تبدأ من محطة إلى أخرى زي ما أسلفنا، مخرجات محطة، مخرجات عملية هي مدخلات لأخرى، فنموذج لا يحتاج إلى التغيير والتبديل ما بينهما، إنما منتج نمطي واحد يسير بانسياب بيسر من بداية العملية إلى آخرها، مساحات أقل، بكلفة مناولة أقل. إذن فمستوى منخفض بيكون من المخزون ما بين العمليات ثم من حجم مساحات أقل، سهولة التخطيط وإمكانية الرقابة لكون العمل نمطي زي ما تحدثنا، فعلا المنتج واحد والعمل متكرر نفسه، يكرر نفسه من محطة إلى أخرى. ثم انخفاض كلفة الإنتاج جراء الاستخدام الكبير لمستوى منخفض من المهارة، فعلا لأنه إحنا بنحتاج إلى كثافة رأسمالية، كثافة آلات معدات نستثمر فيها، ونحتاج إلى أقل من الأيدي العاملة الماهرة. تمام، هذه كانت أبرز المزايا اللي تحدثنا فيها عن الترتيب على أساس المنتج، مزايا الترتيب على أساس المنتج. الآن زي ما في مزايا للترتيب على أساس المنتج، هناك أيضا بعض المساوئ لهذا الترتيب على أساس المنتج. تكلمنا عن 6 مزايا، أنا نتكلم عن 5 مساوئ يتحدث عنها الكتاب للترتيب على أساس المنتج. مرة أخرى بنذكر إحنا حديثنا عن الفصل الرابع في كتاب إدارة العمليات الإنتاجية، تحدث عن الفصل الرابع الترتيب الداخلي، الترتيب الداخلي. إذن ما هي مساوئ الترتيب على أساس المنتج؟ 1، من مساوئه مرونة منخفضة تجاه التغيير، سواء عند تعديل المنتج أو تقديم آخر جديد. إذا بدنا نعدل على المنتج، إذا بدنا ننتج منتج جديد نقدم، يكون عندنا مرونة ضعيفة، مرونة منخفضة نتيجة
استقبال واستيعاب هذا التغيير. لماذا؟ إن هناك في تخصص لوسائل الإنتاج المستخدمة في هذا الخط الإنتاجي أو في الترتيب على أساس المنتج. أنا مرتب على أساس المنتج، بالتالي أي تعديل على المنتج، أي منتج جديد صعب الاستجابة وصعبة المرونة، لأنه في وسائل إنتاج محددة يتم استخدامها. من مساوئه كترتيب على أساس المنتج كثافة رأس مال عالية، إنه بدنا آلات متخصصة نستثمر فيها، يحتاج رأس مال. من مساوئ الترتيب أيضا على أساس المنتج كثافة رأس المال العالية اللي استخدمناها في الآلات المتخصصة، وكذلك أن الطاقة تتحدد طاقة الخط بأبطأ محطة. الآن محطة نتكلم عن سير الإنتاج لهذا المنتج، خط الإنتاج من المحطة ألف إلى المحطة دال. في كل محطة يستغرق وقت حتى يخرج المنتج في العمليات أو المخزون ما بين هذه العمليات. فكركم، بطء وسرعة الإنتاج ستحدد على أي أساس؟ على أساس الأسرع ولا الأبطأ؟ لأنه متسلسل، لأنه مترتب على بعضه، لأنه لا يمكن البدء بعملية إلا بعد الانتهاء من الأخرى. بمعنى أنه لا يمكن أن يستمر خط الإنتاج في العمل، لأنه الترتيب على أساس المنتج يعني أن مدخلات مخرجات أو مدخلات إحدى العمليات لابد أن تكون هي مخرجات الذي يسبقها، فستنتظر هذه العملية، العملية الثانية مثلا نستخدم مخرجات العملية الأولى لتكون مدخلات لها، لابد أن ننتظر حتى تنتهي العملية الأولى من الإنتاج ويكون لها مخرجات التي ستكون هي مدخلات للعملية الثانية. فبالتالي كلما بطأت العملية سنقيس خط أو طاقة الخط الإنتاجي بأبطأ هذه المحطات، لأنه ما بنستطيع نبدأ في محطة إلا نستلم ممن سبقها. بالتالي البطء سمة، البطء قد يكون سمة لهذا الترتيب على أساس المنتج. بالتالي توقف كامل خط الإنتاج عند توقف آلة واحدة أيضا، لأنه قلنا بترتب عملية تراتبية لمنتج واحد، الخط كله بينضرب، إذا انضرب محطة واحدة صار فيها عطل، بالتالي يؤدي إلى زيادة الكلفة نتيجة الوقت والأعطال وهكذا. خمسة، أحد مساوئ الترتيب على أساس المنتج تخصص منخفض للأفراد، لأن نعتمد على الكثافة الرأسمالية وبالتالي الأفراد. هذا لكن يجب الإشارة لتوازن وأهمية توازن طاقات محطات خط الإنتاج المنظم على أساس المنتج. إذن ترتيب على أساس المنتج إذا نهتم بتوازن طاقات محطات خط الإنتاج لحتى نتجنب أي اختناق أو وقت ضائع، مع ضرورة تحديد العدد الأمثل لمحطات العمل اللي ممكن أيضا سنتحدث عنه في فقرات لاحقة إن شاء الله تعالى حديثنا عن هذا الفصل. الآن في ضوء حديثنا عن الترتيب على أساس المنتج، ممكن نسجل سويا أهم نقاط التباين، الاختلاف، الفرق بين نوعين للترتيب الداخلي اللي هما الترتيب على أساس العملية والترتيب الداخلي على أساس المنتج. سبق تحدثنا في التسجيل السابق الترتيب على أساس العملية والترتيب على أساس العملية باستخدام طريقة الرحلة والمسافة المقطوعة، يعني التنين اسمهم ترتيب على أساس العملية. اليوم تحدثنا أيضا عن الترتيب على الترتيب الداخلي على أساس المنتج. دعونا سويا نتحدث عن أهم النقاط بالمقارنة بين الترتيب الداخلي سواء على أساس العملية أو الترتيب الداخلي على أساس المنتج. أول شيء من حيث المفهوم، من حيث المفهوم، الترتيب على أساس العملية تجميع عمليات متشابهة مع بعضها، وهذا اتفقنا عليها. في الترتيب على أساس العملية بنجمع العمليات المتشابهة مع بعضها البعض، عشان قلنا هيك، قلنا على أساس إيه؟ ترتيب وظيفي، وظائف معينة، ترتيب وظيفي سميناه. لكن في الترتيب على أساس المنتج مش تجميع العمليات المتشابهة مع بعضها زي ما الترتيب على أساس العملية، لا، ترتيب على أساس المنتج بتم ترتيب على أساس تتابع عملية تصنيع المنتج.
في عملية تتابع تسلسل زمني. لذلك هيك قلنا بنقيس الخط أو طاقة خط الإنتاج بأبطأ محطاته. الاستراتيجية المناسبة للترتيب على أساس العملية هي الصنع وفق الطلب، لأنه بيكون حجم الإنتاج صغير والتنوع مرتفع، في الطلب إيصائي يكون قريب من الزبون، أذواقهم بيختلف. بينما على أساس المنتج يكون الصنع لغرض الخزن. إذا ترتيب على أساس العملية، ترتيب الدخل على أساس العملية، الاستراتيجية المناسبة له الصنع وفق الطلب، بينما على أساس المنتج الصنع لغرض الخزن. حجم إنتاج كبير، تنوع منخفض، استثمار وكثافة رأس مالية عالية. بالنسبة لخصائص كل من الترتيبين سواء على أساس العملية أو على أساس المنتج، خصائصهم كالتالي. على أساس العملية، لأنه في تم تجميع وظائف متشابهة، العمليات متشابهة، فبكون تخصص عالي في الرقابة. أما على أساس المنتج التخصص منخفض في الرقابة. أيضا على أساس العملية هناك سماح بالتوقف، لكن في على أساس المنتج ترتيب الدخل على أساس المنتج يؤدي توقف آلة واحدة، توقف كامل خط الإنتاج، أنه يتسلم من المحطة التي تسبق، إذا وقفت يخف باقي الخط. تعقيد عملية الرقابة في الترتيب الداخلي على أساس العملية، بينما في الترتيب الداخلي على أساس المنتج الرقابة تكون سلسة، أسهل، أبسط. التخطيط أيضا صعب في الترتيب على أساس العملية وأسهل منه في الترتيب على أساس المنتج. في الترتيب على أساس العملية يكون الوقت الإنتاج طويل، بينما في الترتيب على أساس المنتج يكون أقصر. نحتاج في الترتيب الداخلي على أساس العملية لمهارات عالية للأفراد، بينما في الترتيب على أساس المنتج نحتاج إلى مهارات منخفضة للأفراد. لماذا؟ لأنه في الترتيب على أساس العملية قلنا بناسب استراتيجية ماذا؟ الطلب لإيه؟ الصنع وفق الطلب الإيصائي، يعني في تنوع منخفض كبير، يعني في أذواق، بدنا مهارات نعتمد على الأفراد أكثر من الكثافة الرأسمالية. أما في الترتيب على أساس المنتج نحتاج إلى كثافة رأسمالية أعلى ودخول والدخل عامل البشري أقل، فنحتاج إلى مهارات منخفضة للأفراد. نحتاج إلى مخزون عالي بين العمليات في الترتيب على أساس العملية، بينما قلة مخزون بين العمليات في الترتيب على أساس المنتج، وهذا طبعا بيحتاج إلى مساحات أقل. بالتالي إذا أردنا مخزون عالي بين العمليات بتكون كلفة المناولة مرتفعة، وبتكون المساحات اللي تحتاجها أيضا مرتفعة، بينما كلفة المناولة تكون منخفضة نتيجة تسلسل العمليات بشكل متعاقب. الآلات عامة الأغراض، أما هنا آلات محددة الأغراض نستخدمها تخصصة، وبالتالي صعب أن ننتقل من خط إنتاجي إلى خط إنتاج آخر إذا حصل تعديل أو تطوير على المنتج، أو دخلنا منتج جديد صعب نستفيد منه، في مرونة أقل، لأن الآلات تكون متخصصة في الترتيب على أساس المنتج، بعكس الترتيب على أساس العملية تكون آلات عامة الأغراض. بهيك إحنا بنكون ختمنا حديثنا عن الترتيب على أساس المنتج كنوع ثالث. إذا الآن أصبحنا تحدثنا عن ثلاث أنواع من الترتيب الداخلي لعوامل الإنتاج في المصنع، أو الترتيب الداخلي للمصنع. تكلمنا عن الترتيب على أساس العملية، ثم الترتيب على أساس العملية باستخدام طريقة الرحلة والمسافة المقطوعة، ثم الترتيب على أساس المنتج اللي أيضا ختمناه بالحديث عن أهم الفروقات والتباين بين الترتيب على أساس المنتج والترتيب على أساس العملية كترتيب داخلي للمصنع. ننتقل للحديث عن النوع الرابع من الترتيب الداخلي للمصنع، وهو الترتيب على أساس الموقع الثابت. الترتيب على أساس الموقع الثابت طبعا مهم جدا نعرف إيش هو الثابت، ما هو العنصر الثابت أساس الموقع الثابت.
نثبت المكان، نثبت المصنع كله. لماذا؟ لأنه هنا في صعوبة في نقل المنتج. لماذا؟ لضخامته، زي أعمال الهندسة المدنية، موقع عمل، صناعة السفن، صناعة الطائرات، صناعة المركبات الفضائية. بالتالي بنقلل قدر الإمكان من عدد انتقالات المنتج، عدد انتقالات المنتج. إذا موقع المنتج بيكون ثابت. إذا الترتيب على أساس الموقع الثابت، بدنا نعرف إنه نثبت موقع العمل، موقع الإنتاج، لأنه حجم المنتج ضخم جدا، صعب نقله، زي إنتاج السفن وإنتاج الطائرات والمركبات الفضائية. إذا يمتاز هذا النوع من الترتيب بعدم ثبات عوامل الإنتاج. تنتقل الآلات والأدوات والأفراد إلى موقع المنتج، ننتج سفينة، ننتج باخرة، ننتج طائرة كبيرة، ننتج مركبة فضائية. إذا ننقل عوامل الإنتاج إلى هذا الموقع، عشان هيك بنقول الترتيب على أساس الموقع الثابت، نثبت الموقع، عوامل الإنتاج تنتقل إلى الموقع الثابت. إذا يمتاز هذا النوع من الترتيب بعدم ثبات عوامل إنتاج، تنتقل الآلات والأدوات والأفراد إلى موقع المنتج الذي يكون ثابتا. طبعا كما تحدثنا هذا النوع يناسب استراتيجية الصنع وفق الطلب، نظام المشروع تحديدا، مشروع إنشاء مركبة فضائية، مشروع كامل نثبته في هذا المكان، ننقل له عوامل إنتاج، آلات، معدات، أفراد، ونتوكل على الله وابدوا انتجوا، لأن المنتج ضخم وصعب نقله، وذلك صعوبة نقل المنتج وضخامة حجمه، زي أعمال الهندسة المدنية، صناعة السفن والطائرات والمركبات الفضائية، الأمر الذي يستدعي تخفيض عدد انتقالات المنتج بين العمليات. لاحظوا، بنثبت المنتج، ثم فريق عمل أول، فريق عمل ثاني بينتقل لهذا المنتج، ثم مجموعة الآلات الأولى، مجموعة الآلات الثانية، الموقع ثابت، كل عوامل الإنتاج تأتي إلى هذا الموقع. ليه؟ لأنه المنتج ضخم، صعوبة في نقله من مكان إلى آخر. هذا كان يوضح لنا الشكل، الترتيب، نظام المشروع على أساس الموقع الثابت، نظام المشروع على أساس الموقع الثابت، اللي هو كل عوامل الإنتاج تنتقل إلى موقع ثابت لإنتاج المنتج نظرا لضخامته، زي المركب، مشروع إنتاج مركبة فضائية أو باخرة. هيك بنكون انتهينا من الحديث عن النوع الرابع من أنواع الترتيب الداخلي، وهو الترتيب على أساس الموقع الثابت. النوع الأخير اللي بنتحدث عنه من أنواع الترتيب الداخلي، تكلم عن الترتيب على أساس تقانة المجموعة، أساس تقانة المجموعة، هذا النوع الخامس. طبعا يناسب الترتيب على أساس تقانة المجموعة نظام الإنتاج بالدفعة، ترتيب على أساس تقانة المجموعة. طبعا هذا بسموه الترتيب الهجين، ترتيب على أساس تقانة المجموعة، ممكن يجمعوا يسموه الترتيب الهجين، لأنه بيجمع ما بين الترتيب على أساس العملية والترتيب على أساس المنتج، هو هجين ما بين الترتيبين على أساس العملية وأساس المنتج، نسميه الترتيب على أساس التقانة. إذن الترتيب على أساس التقانة هو هجين، ترتيب هجين بين الترتيب على أساس المنتج والترتيب على أساس العملية، مزيج ما بينهم، هو أكثر شيء يناسب تقانة أو نظام الإنتاج بالدفعة. قلنا إنه هو ترتيب هجين، ترتيب مزيج، شائع استخدام أيضا في الواقع العملي. طبعا هذا الترتيب يفضل، هذا الترتيب عند وجود مجموعة كبيرة من الأجزاء ذات متطلبات صنع متشابهة. إذا مجموعة من الأجزاء تكون متطلبات صنعها متشابهة، بعد أن يتم تحليل أجزاء المنتجات المصنعة وإعادة توحيدها في عائلات أو عوائل من الأجزاء ذات الخصائص المشتركة، ثم نخصص خلية. إذا في البداية نأتي إلى تحليل أجزاء المنتجات المصنعة، بنحلل هذه الأجزاء، بنوحدها في عائلات من الأجزاء بناء على إيش؟ عائلات بقواسم مشتركة، خصائص مشتركة، ثم نخصص خلية من مجموعة آلات لأداء عمليات إنتاج مختلفة من أجل تصنيع عائلة أجزاء معينة. من أجل هذا يطلق على هذا النوع من الترتيب بالترتيب الخلوي. طبعا يساهم الترتيب على أساس تقانة المجموعة
في تقليل وقت إعداد الآلة، لا سيما عند وجود أجزاء كثيرة متنوعة، ومن ثم تقليل وقت الإنتاج، فضلا عن تخفيض كلفة المناولة المواد ومخزون ما بين العمليات، كما هو معروف لدينا في صناعة الملابس وصناعة الكتب. الآن بين إيدينا هذا الشكل واضح بين إيدينا، مخزن المواد الأولية، بتم تجميع الأجزاء المتشابهة في عائلة واحدة، في عوائل، عائلة أولى وثانية وثالثة، ثم في داخل العائلة نجمع خلية، هذه الخلية نجمع فيها مجموع الترتيب على أساس العملية. تم في البداية نجمعها في عائلات، في عوائل، وبعد ذلك بتم على أساس العمليات. فهذا الترتيب يكون عندنا تجميع بعد تحليل لأجزاء المنتجات المصنعة، يتم إعادة توحيدها في عائلات، هي عائلة أولى، عائلة ثانية، عائلة ثالثة، من الأجزاء ذات خصائص طبعا مشتركة نضعها في عائلات، ثم نخصص خلية، هذه الخلية من مجموعة آلات لأداء عمليات إنتاج مختلفة. إذن عائلات، وفي داخل العائلات خلية، الخلية فيها مجموعة عمليات، فيها مجموعة عمليات من أجل طبعا أن تؤدي عمليات إنتاج مختلفة، من أجل تصنيع عائلة أجزاء معينة. طبعا هذا يطلق عن نوع الترتيب الخلوي. طبعا يساهم الترتيب على أساس استقالة المجموعة في تقليل وقت إعداد الآلة، لا سيما عدم وجود أجزاء كثيرة متنوعة، ومن ثم تقليل وقت الإنتاج، فضلا عن تخفيض كلفة المناولة و مناولة المواد ومخزون ما بين العمليات، كما هو الحال تحدثنا عنه في صناعة الكتب وصناعة الملابس. الملاحظ طبعا من هالشكل احنا قسمناهن في عائلات، عائلة أولى، ثانية، ثالثة، ثم خلايا. هذه الخلايا بداخلها مجموعة عمليات، ترتيب على أساس العملية حتى تنتج لنا المنتج العائلة. هذه العائلة الأولى والعائلة الثانية والثالثة تتجمع مع بعضها، يخرج لدينا المنتج النهائي. احنا بدنا نلاحظ انه تم تجميع الالات على اساس العمليات، ما هي اساس العمليات بداخلها داخل الخليه، فيما يكون تتابع العمليات في كل خليه على اساس المنتج. العائلات، العائله الاولى والعائله الثانيه والعائله الثالثه، بناء على ايش؟ بناء على عمليات قسمناها، صنفناها العائله الاولى والثانيه والثالثه على اساس عمليات، عمليه اولى، ثانيه، ثالثه. في عائلة أولى بتنتج لنا، عائلة ثانية، عائلة ثالثة، كل عملية بتنتج عائلة من المنتجات. ثم في داخل كل عائلة، في عندنا خلية، هذه الخلية بتم الترتيب في داخلها على أساس المنتج اللي محطة تسلم الأخرى في الإنتاج. بهيك إحنا بنكون أنهينا النوع الرابع من النوع الأخير الخامس من الترتيب على أساس تقانة المجموعة، اللي ببين لنا بشكل واضح أن هناك تجمع أو تجميع الآلات بتم على أساس العمليات، فيما يكون تتابع العمليات في كل خلية آلات على أساس المنتج. بهيك احنا بننهي محاضرتنا المسجلة الثانية في الفصل الرابع، وبتعلق في الترتيب الداخلي للمصنع، على أمل أن نلتقي في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.